50 مليون دولار حوالات تائهة، هارب من مخابرات الحوثي، يثير ضجة في اليمن ويهدد 4 شركات للصرافة. إليكم تفاصيل الخبر. ضجة كبيرة في اليمن أثارتها قضية تستر شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال في صنعاء على مبالغ تائهة في أرصدتها تقدر ب50 مليون دولار. ويعاني القطاع المالي والمصرفي فوضى في اليمن، الأمر الذي أدى لتدهور أنظمة الرقابة على شبكات تحويل الأموال التي تكاثرت في صنعاء. واندلعت فضيحة الملايين التائهة على يد خبير الأمن السيبراني أحمد العليمي، والذي قام بتسريب ملف للحوالات غير المدفوعة لدى إحدى شركات الصرافة. وكشف الملف الذي يعود لشركة الامتياز وفقا لإدعاء العليمي أن تلك الشركة وحدها ترقد على 60,000 حوالة غير مستلمة ومنسية منذ سنوات، قيمتها تقدر ب6 مليارات ريال يمني، أي 10 ملايين دولار حسب سعر الصرف في صنعاء. وقال العليمي في بث مباشر على صفحته في فيسبوك قبل أيام إنه أنجز دراسات وعمليات تقييم لأنظمة شبكات الصرافة في صنعاء قبل أن يهرب بسبب ملاحقة الحوثيين له لرفضه العمل لصالح جهاز المخابرات التابعة لها. وهدد العليمي 4 شبكات تحويلات مالية بكشف قوائم حوالاتها غير المدفوعة، مؤكدا أن لديها حوالات تائهة تبلغ 2 مليون دولار و20 مليون ريال سعودي و2 مليار ريال يمني، أي أن المبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار